معكم ايمن غزاوي مسؤول عن التواصل في جمعيه هابينس. هنا جمعيه خيريه كنقوموا باسعاد الناس جميع مناطق في المغرب بقافله انسانيه وطبيه. اليوم ان شاء الله خدنا واحد المبادره باش نقوموا بتنظيف مدينه الدار البيضاء، وبدايه بحي سباشا اللي صراحه كنشوفوا خاصه واحد العنايه كبيره. الشباب ديالنا راه تكلفوا الحمد لله وحنا غير خدامين، كنتمنوا ان شاء الله في احياء اخرى نتوما نسيب لهم ان شاء الله. علاش بالضبط اختاريتوا بنمسيك وواش هذه البادره كتقوموا بها باحياء اخرى في المنطقه؟ هذه الصراحه اول تجربه عندنا في في في, في لي زاكسيون درنا بحال هكا. اختارنا سباجه حد كنشوف من الاحياء اللي خاصهم العنايه وخاصهم بزاف كما كتشوفوا، شوفوا الزناقه كيف مسخين وخاصهم عاودوا تسبوا وخاصهم بزاف ديال الحوايج. ونتمنوا ان شاء الله الا صدقات هنا علاش لا نديروا في مناطق اخرين. عرفنا بالجمعيه ديالكم، واش عندها شي ادوار اخرى؟ واش كتخرجوا خارج مدينه الدار البيضاء؟ طبعا حنا جمعيه خيريه تاسسنا في سنه 2014، قمنا بالعديد من حملات سواء طبيه سواء قافلات انسانيه، مشينا جميع المدن سواء في شمال المغرب سواء في الجنوب سواء في الشرق، جميع المناطق مشينا لهم والحمد لله كلشي كان كيصدق لينا. وهذه اول تجربه كما قلت لك في العمل ديال اعاده تهيئه الاحياء، نتمنى ان شاء الله علاش الله يصدق لينا. ملي كتشتغلوا في الاحياء الشعبيه واش كتلقاو شي مساعده من طرف السكان؟ واش كتلقاو شي مشاكل؟ طبيعه الحال ما كنلقاو حتى مشكل، الحمد لله جينا في الصباح دابا وطلبنا من عند الناس الشطابات وبزاف الماتيريال وتعاونوا معنا السكان المحليين، لان السكان راسهم تما باغيين الخير للحي ديالهم. السلام عليكم، الاسم كريم زول عيش بن علي، منخرط في جمعيه هابينس اللي هي واحد الجمعيه خيريه وانسانيه. اليوم حنا تجمعنا كمجموعه شباب اللي منخرطين في هذه الجمعيه، قررنا اننا ندير واحد الحدث اللي هو اعاده تهيئه واحد المنطقه اللي حنا ولاد اللي حنا كبرنا فيها. انا كمنخرط كنت قررت ماشي قررت مي كنت طرحت واحد الاقتراح للجمعيه، علاش اللي ما نفكروش في الاحياء الشعبيه اللي كاع الجمعيات تقريبا اللي كاع لي زو تخصصياسيون اللي كينبدوهم ما كيخدموش عليهم، ديما الناس الجمعيات الاخرين كيخدموا غير على الجوانب اللي برا. وقررنا حنا غادي نجيو غادي نعاودو نصاوبو هاد التدريبه هادي ونخليوها تكون عبره ومثال لجميع الجمعيات الاخرين، وكنتمناو خير ان شاء الله. شكرا. السكان ديال المنطقه كيفاش كتشوف هاد البادره اللي قامت بها هاد الجمعيه في المنطقه ديالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بادرة طيبة كتقوم بها الجمعية اللي استغلت اليوم اللي هو يوم عطلة وتواجد فيه الناس الشباب ديال الساكنة اللي أنا واحد منهم باعتباري كنسكن هنايا وكنخدم بهاد الحي هذا، وهي بادرة طيبة. حنا تعاوننا بالنسبة للجون، تجمعنا حاولنا نديروا هذه البادره، نقيو الحي، نصبغوا الحيوط ديال الديور، قمنا بهذه المبادره من اجل الناس باش تشوفنا ودير حتى هي مبادرات اللي استحسنوها الجميع وتكون في صالح الساكنه ديال الحي اللي هو درب السلامه ودرب العظم، باش ان شاء الله تبقى هذه المبادره الطيبه اللي صراحه ما لقيناش شي تعاون لا من طرف المسؤولين لا من طرف الجهه لا الجماعه لا مجلس المدينه، في حين ناضوا الشباب قاموا بهذه المبادره الطيبه على اساس ان احنا نكونوا احنا هما اللي كنعطيو ليك زومبل هاد الناس لعل وعسى يفيقوا ويكونوا حتى هما حدانا ومعانا ويساندونا ان شاء الله. كشباب منطقه شنو المساعدات اللي قدمتوا لهذه الجمعيه؟ بالنسبه لنا احنا كشباب ساهمنا بداك الشيء اللي خصنا نقوموا به، من ساهمنا ماديا وساهمنا بايد كما كيقولوا بالايادي ديالنا، بخلال ان احنا خدمنا مع هاد الشباب تعاوننا معاهم من خلال وفرنا لهم شي حوايج اللي ماشي في المستطاع ديالهم. هذه هي وهذا هو الحاجه اللي قدرنا ان احنا نساعدوا بها هاد الشباب هادو، وحنا مساندينهم ماديا ومعنويا وبكل ما اوتينا من قوه كما كيقولوا.